dernières années بسم en الله وكفى Égypte, وسلام على عباد الذين les اصطفى. zones سلام عليكم. privatives des نبينا quartiers عليه الصلاة والسلام كما résidentiels روى qui البخاري vraiment رضي الله isolés. عنه لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على من أنفقه باش يحق الحق ويبطل الباطل، ورجل آتاه الله حكمة فعمل بها وعلمها لمن هو يبحث عنها. ونحن ناس مؤمنين نبحث عن العلم من المهد الى اللحد، وما يهمناش اي ايمان في الحكمه لا اي فلسفه اي ايديولوجيا، من الناس مفيد الى حكمه. قد تجد من في الزباله زهورا والعكس كذلك. كذلك ذلك الانثى لمن بتها فاسد تجدكم مستقيم اذا كان الله بيرادلها ولا قليل. لكن النبي عليه الصلاه والسلام ينهانا عن من تزوج بمن كانت خضراء الدماء، لان عموما تستبرخ الانثى ببيئتها وتكون ضحيه سوء انفعال ونوايا واقوال واعمال تلك البيئه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته منه ورحمه